وللحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الصحفي أحمد الشيخ الاستشاري في المنصات الرقمية. أهلا وسهلا بك سيد أحمد، دعني أبدأ معك مع السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس، كيف يتم اتخاذ القرار داخل أو قرارات سياسة داخل منصات التواصل الاجتماعي، ومثال عن ذلك ما حدث مؤخرا مع المحتوى الفلسطيني؟ هناك عدة طرق لاتخاذ القرار داخل الشبكات الاجتماعية وخصوصا داخل فيسبوك. الطريقة السهلة المعروفة هي السياسات المعلنة لفيسبوك والتي يستطيع أي مستخدم أو صحفي أن يطلع عليها. سيرى أن فيسبوك تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف بشكل أساسي والعنصرية والأخبار الزائفة. هذه هي السياسات المعلنة. هناك سياسات غير معلنة، تلك التي تحدثت عنها مصادر إعلامية وخصوصا موقع انترسبت الذي قال إن هناك سياسات تم تعميمها على موظفين داخل فيسبوك تحظر استخدام بعض الكلمات التي تنتقد إسرائيل، وترك تنفيذ هذه السياسات لما يسمى بتقنيات الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى بعض الموظفين قليلي الخبرة كما وصفهم الموقع. ولكن كيف يتم إنتاج هذه السياسات؟ هناك طبعا آلية لإنتاج وتطوير السياسات داخل فيسبوك. هناك رئيسة يعني واحدة من كبار القيادات المسؤولة عن السياسات داخل فيسبوك، هي أمريكية من أصول يهودية، عائلتها يهودية، زارت إسرائيل عام 2019، التقت بالرئيس الإسرائيلي، أهدته كتابا من تأليفها وقعت عليه، قالت إنها سعيدة بهذا اللقاء. اسمها شيرل ساندبرغ، وهي يعني سيدة أعمال وواحدة من رائدات الأعمال المعروفات في الولايات المتحدة. رصيدها في البنك مليار دولار، مرتبها السنوي من فيسبوك 27 مليون دولار، هي المسؤولة عن السياسات. هناك أيضا مكتب فيسبوك في إسرائيل، المسؤولة عنه كانت مسؤولة سابقة في مكتب بنيامين نتنياهو، هي فخورة بذلك، تعلن ذلك، تقول إنها ليست مندوبة فيسبوك في إسرائيل ولكنها مندوبة إسرائيل في فيسبوك، تقول إنها ترفع أصوات الإسرائيليين وتوصلها إلى فيسبوك وتدافع عنهم، وهي كان لها دور كبير في حذف البوست أو المنشورات التي كانت تنتقد إسرائيل خلال الأزمة السابقة. نعم، طيب سيد أحمد، هناك حالات تم فيها الاعتذار بالفعل للفلسطينيين، وهناك أكثر من 200 موظف قدموا عريضة أو يعني اعتراض عن هذه السياسات، هل بالفعل هل هذا يدل على أنه بالفعل تم تغيير هذه السياسات وخاصة بالنسبة للمحتوى الفلسطيني مؤخرا؟ هناك بعض التغيير ولكن لا يوجد هناك تغيير في السياسات حتى الآن. فيسبوك أعلن على سبيل المثال حظر الصفحة التي كانت تجمع أكثر من 75 مليون شخص، معظمهم بدون علمهم، لأنه كان يتم جمع هذه الأسماء أو اللايكس في عالم فيسبوك يتم جمعها بشكل مدفوع، وبالتالي صاحب هذا اللايك لم يضعه بالفعل، ولكن قام فيسبوك بالنيابة عنه بوضع هذا اللايك وجمع 75 مليون لايك لدعم الرواية الإسرائيلية على فيسبوك. تم حظر هذه الصفحة وتم حذفها، وذلك استجابة لضغوط العرب والفلسطينيين. هناك أيضا التغيير الذي تحدث عنه موقع إنستغرام، قال إنه سيحدث طريقة أو الخوارزمية التي تدير ظهور المواد على الأبليكيشن أو الموقع، ولكن هذا لا يكفي، لأن المشكلة ليست في الخوارزمية، ليست في طريقة ظهور المحتوى، ولكنه في طريقة حجب المحتوى. يعني الشكوى لم تكن من مشاهدة محتوى معين، ولكن الشكوى كانت من حظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين، وبالتالي لم يحدث حتى الآن تغيير في السياسات، ولكن حدث تغيير بسيط، تغيير محدود، لا يجب أن نصفه بأنه تغيير جذري حتى هذه اللحظة. بعض المستخدمين قاموا بإجراء تقييمات سلبية على فيسبوك مثل هذه، وبالفعل أدت إلى نزول تقييم فيسبوك. مثل هذه التقييمات أو مثل هذا الضغط، هل بالفعل ربما يؤثر على هذه المنصات؟
بالطبع هذا يؤثر، ولكنه تأثير، يعني نستطيع أن نقول إنه تأثير سياسي، يوضح لأصحاب هذه المنصة والمديرين والمستثمرين أن هناك خطأ ما يجب معالجته. فيسبوك لا يستجيب للضعفاء، يعني خلينا نشير إلى يعني موقفه من دونالد ترامب. دونالد ترامب كان يخالف سياسات فيسبوك والشبكات الاجتماعية. دونالد ترامب يعني شكك في أهلية باراك أوباما، يعني شجع على إطلاق الرصاص على المحتجين، يعني المشاركين في احتجاجات أرواح السود مهمة، ولكن لم تعاقبه الشبكات الاجتماعية لأنه كان في موقف قوة. عندما أصبح دونالد ترامب يعني قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البيت الأبيض، عاقبته كل الشبكات الاجتماعية، وبالتالي الشبكات الاجتماعية دائما تتأثر بالأجواء السياسية، ولكن هناك تأثير طبعا من المستخدمين. عندما شارك ملايين المستخدمين في يعني في تقييم فيسبوك بنجمة واحدة وخفضوا تقييمه من أكثر من 4 إلى أقل من 2، نعم. وصلت الرسالة بشكل واضح، وهذا هو الذي أدى إلى مراجعة الموقف بشكل عام وعقد لقاءات مع الفلسطينيين وتقديم اعتذارات. كل هذا ليس كافي، ولكن كانت هناك مبادرات أو بوادر على التغير، مثل حذف الصفحة التي كانت جمعت 75 مليون. وبالتالي يجب استثمار هذا الموقف، يجب زيادة هذه الضغوط، يجب أن نلجأ إلى، يعني يجب أن نلعب في ملعب الشبكات الاجتماعية بقواعدهم، وألا نحاول أن نخترع قواعد جديدة. نعم، يعني كما ذكرت، إذا كانت هذه الإجراءات غير مجدية أو غير كافية كما ذكرت، ما هي الإجراءات التي يمكن بالفعل أن تكون مجدية للضغط عليهم؟ البعض يقول ربما بإنشاء منصات تواصل عربية، البعض يقول ربما باستمرار الضغط عليهم من خلال هذه التقييمات السلبية. برأيك بأي طريقة يمكن الضغط بالفعل على هذه المنصات؟ إنشاء منصات بديلة لا يبدو أنه خيار جيد، لأننا حتى لو أنشأنا منصة بديلة، من أين سنأتي بالتكنولوجيا؟ ومن أين سنأتي بالدعم الفني؟ والسيرفرز أو الخوادم الإنترنت من أين سنأتي بها؟ سنأتي بها من الغرب أيضا، وبالتالي يعني سيكون موقفنا مثل يعني مصنع سيارات يجمع سيارة في العالم العربي، ولكنه يستورد كل المكونات ويستورد كل التكنولوجيا من الغرب. وإذا تمرد هذا الكيان العربي الصغير على الإمبراطوريات الغربية، يقطعون عنه الدعم الفني، لن يكون موجودا على شبكة الإنترنت أساسا. وإذا أنشأنا مجتمعا عربيا على الإنترنت، سنحدث أنفسنا، سنتحدث إلى أنفسنا، والمهم أن نتحدث إلى الآخرين وأن نضغط على الرأي العام العالمي. هناك بعض الشبكات التي ظهرت، ولكن هذه الشبكات لا نعرف عنها معلومات كافية. يعني مثلا فيسبوك نعرف من هم الممولون، من هم المستثمرون، ما هي السياسات، أين هي الخوادم، كيف يتم استخدام هذه المعلومات، أين يمكن أن نلجأ؟ يمكن أن نلجأ إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة إذا أردنا أن نضغط عليها. ولكن هذه الشبكات الجديدة التي لا نعرف من وراءها، أين خوادمها، من يستخدم المعلومات عليها، هل هناك انتهاك للخصوصية؟ أين نستطيع أن نقيم دعاوى قضائية أو نقدم شكاوى؟ يعني هنا في بريطانيا أستطيع أن ألجأ إلى سلطات معينة وأن أتهم فيسبوك باختراق الخصوصية، وأن يعني أتعقب هذه أو أرفع هذه القضية، و يعني وأتابع هذه القضية. ولكن إذا أردت أن أرفع دعوة أو أقدم بلاغا ضد واحدة من هذه الشركات، أين سأذهب ومن سيحمي حقوقي في الخصوصية على سبيل نعم. المثال؟ الحل الأفضل هو تنظيم الجهود، استخدام نفس القواعد التي يستخدمها الإسرائيليون وتستخدمها الحكومة الهندية والتركية والكثير من الحكومات في الضغط على فيسبوك. الهند على سبيل المثال تستطيع أن تحذف الكثير من البوستس عندما تنتقد الحكومة الهندية أو تنتقد في أزمة كورونا. وحاليا يعني في هذا الوقت الذي نتحدث فيه، هناك أزمة داخل موقع فيسبوك أو داخل شركة فيسبوك، يعني يقودها الغاضبون من الموظفين تجاه سياسة فيسبوك بحذف المنشورات المؤيدة للفلسطينيين أو المنتقدة للحكومة الهندية. يتهمون فيسبوك بالرضوخ للحكومتين الإسرائيلية والهندية. فإذا كان فيسبوك يرضخ في بعض الحالات للسياسيين وبعض الشركات وبعض الحكومات، فهناك فرصة أن يرضخ أيضا لصالح العرب والفلسطينيين. طب إذا أردنا يعني أن نعرف برأيك كيف يمكن أن نوصل الرواية العربية لأكبر عدد من المستخدمين، سواء الذين يتكلمون اللغة العربية أو لغات أخرى؟
أنا رصدت بعض المبادرات، منها اللي كان جيد ومنها اللي كان سيء. يعني بعض المبادرات الجيدة مثلا الحشد على هاشتاج واحد على كل المنصات فيتصدر هذا الهاشتاج، والشركات والحكومات والصحفيين وكل الناس احنا يعني يوميا بنتابع الترندز على الشبكات المختلفة. فإذا على سبيل المثال لو وجدنا أن في هاشتاج هندي مثلا متصدر العالم لعدة أيام متواصلة، نعم فهذا سيلفت الأنظار في أنحاء العالم، هذا يمكن تنفيذه. يمكن أيضا يعني تنسيق الجهود، الإسرائيليين لا يعملون بشكل عشوائي أو اعتباطي أو فردي، كما يعني يقدمون رسالة واحدة أو معلومة واحدة أو صيغة واحدة ويحتشدون وراءها، هم أيضا يحتشدون في البلاغات. يعني عندما ينشر العرب أو الفلسطينيون مواد معينة، الإسرائيليون يقدمون بلاغات، وهناك جيوش إلكترونية إسرائيلية تعمل فقط على تقديم البلاغات وبالتالي حذف المحتوى. هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها العرب، منها مثلا يعني فكرة الكوبي أند بيست اللي بيحصل على صفحات كتير جدا، ده بيتصنف يعني فيسبوك بيصنفه كاسبام، وبعد كده بيحظر هذا البوست أو بيحظر الحسابات. هناك أيضا فكرة التفاعل على الحسابات الإسرائيلية، هذا خطأ ويجب أن يتوقف. شكرا لك الصحفي أحمد الشيخ الاستشارية في المنصات الرقمية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.